بالرغم من أن البعض ينظر للصحراء بأنها مكان تنعدم فيه الحياة، إلا أن الحقيقة غير ذلك. الصحراء عالم من الروعة والجمال. عند غروب الشمس تنعكس ألوان الشفق وتتمازج مع رمالها وسمائها الصافية، فيظهر اللون الأحمر والبرتقالي وكأنها ريشة فنان مبدع. وعندما يحل الظلام، يظهر لمعان نجومها. فيها أنواع متميزة من النباتات الشوكية وأشجار النخيل. نجد فيها الجمال، أو كما أطلق عليه العرب اسم سفينة الصحراء. فمن أراد أن يتذوق هذا الجمال فما عليه إلا الذهاب إلى الصحراء والاستمتاع برمالها الذهبية.